الشعب كما نقولوا حنا في لا كومونيكاسيون نقدروا ندخلوا في عقليه الناس مشروع ما فازت يرجع حقيقه كما اكذوبه حتى لما نكثروا منها تولي حقيقه ويجيو المؤرخين غدو 100 سنه يقراوها يقراوها حقيقه الوغ هي اكذوبه. داير حنا عايشين اكذوبه كبيره الجزائريين عرب اكذوبه فينالمون كبيره بزاف الجزائريين امازيغ عمرهم ما كانوا عرب ومش راح يكون عرب لانه العرب بعد هادو في شبه الجزيره راهم اون فوا ديكستانكسيون ولاو هنوده وبنغلاديش وداير هما سي لازم. هذه من الاكاذيب الكبيره اجمعها فات تريز اتونسيون جو مادريس ابريولي اول اولويه الخطاب تاعي تتجه الى قوات الجيش الوطني الشعبي واسمك الجيش هذه المهمه تاعك ارمي وطني لازمك تكون وطني جلواتر ناسيوناليست شعبي tu appartiens au peuple et tu es par le peuple enfant du peuple émanant du peuple انت ولد الشعب جاي من الشعب مخدوم من الشعب دونك ريح اتحاد مع الشعب ضد الخونه الخونه اللي سلطوهم علينا ابتداء من بن بلة ومدين شادلي زروال كاع بكل على بالهم باللي كنا شنابط نتاع الاستعمار واحد فيهم ما حب يحرر الجزائر بكل مشاو مع الاقدام البيضاء دونك بكل خونه دوك جا الوقت انه التاريخ يوقف على رجليه والجزائر تشوف الضوء الحقيقي لارجيري وزارجانيا لارجيري وزارجانيا لارجيري وزارجانيا ام عوج الحنكه شنقريحه واش تقدر دير شكون انت باش دير وهنا تبان هنا نشوفوك لكان الامر تاعك ينفد على ولاد الشعب اللي لابسين لاطوني الخضراء والله ما ينفدش يا حركي يا خاين يا شومبيت مي بون كيسيون دونك فودري سافوار كي سون لي بي بلون لي بي بلون سي تري سامبل يفو سافوار شوف نقول لكم حاجه لي بي بلون باش نفهمها لكم بالاخر في الحرب العالميه الثانيه واش صرا كانوا اليهود في فرنسا هنا مضطهدين عند الالمان اش داروا اليهود بدلوا اساميهم عادوا عندهم نون برينون وعندهم اون جينيرال دو برينون في بلاصه لو نون باش ما يفيقولهمش وتزربعوا في كاع فرنسا اللي كان عايش في نورماندي راح للارداش واللي من الارداش هبط لافينيون تزربعوا باش تو بيرد بوندون لي زوبيراسيون دو لو واي في الجزائر لي بي بلون اللي حبوا يقعدوا في الجزائر اون اكور افيك دو غول تزربعوا كيف كيف غيروا الاسامي نتاعهم وخذوا اسامي زين تاعنا ستالو سي بوركو عندنا اكثر من 50000 منصب كلي يعني بوست كلي فيه ان بي ناسيونال بصح بي ناسيونال سونغا ماشي بي ناسيونال كتاس باز زوج بقاوريه ولا هو سونغا اصله بعد هادي باش تفهموا هاد الناس راه يتمد للجزائريين الخماسه يعني الشعب الجزائري راه خماس في الجزائر اون فاز هادو شويه ماشي 25% عطاوه 30% 70% دي بودجي جامي تسمعوا ما تعرفوهش هذاك رايح لهم ديريكت يعني كي يقولوا لكم باللي لا تريزوري تاع الجزائر فيها 80 مليار دولار اضربوها في اربعه ثلاثه ليهم واحد ليكم باش نجيبوها من الاخر دوك ما بقاش يا تفهموا يا موتوا هذاش نقول لكم انا يا تفهموا وتوقفوا تدافعوا على نفسكم تديوا الحريه تاعكم والله موتوا كرافي والله هربوا للساحل والله هربوا للطليان والله لاسبانيا شوفوا تلقاو طريق كي عادت اون فامي تروا زونفون ان كوبل وان بيبي دو 8 موا حارق من الجزائر لا مازال ما فقتوش كوني بعث ربي 40 نبي ما تفيقوش بلي راكم في الزبل تعوموا اي فو فيفي اون ابلي سي تو اقدام البيضاء هادو هما قوار ويهود خداو على نفوسهم العهد يكملوا يديو الجزائر تحول الاستعمار من استعمار كلاسيكي بالعسكر تاع فرنسا والدرابو تاع فرنسا الى استعمار حديث الدرابو هاو تاعكم هادي بصح ما تحكموا في والو على هذيك ويحيى سماكم الاهالي تعرفوا علاه ما كانش غلط ويحيى باسكو لي بي بلون سيادو يعتبرونا اهالي ما يعتبروناش مواطنين اوني با انكور دي سيتويان سي بوركو ما عندناش اون ناسيون وبيان سور هالعروبه هالعربيه هاللغه العربيه باش كاع يغلقوا لك عينيك يجهلوك كاع
لأن اللغة العربية تطور نتاعها بس عنده 7 قرون ما بقات فيها فايدة كاع. كاين ناس يقول لك إنا أنزلناه قرآنا عربيا، صح صح ربي تاني قال لك إن في اختلاف ألوانكم وألسنتكم آية آية، صافي دير كوا، صافي دير الإسلام هذا يتماشى مع كل اللغات. دونك في الأحرى نعرفوا الإسلام بلغتنا التمازيغتنا عاد نحيوها. ما نصحش أنا الفكر نتاع بنو طقطق وبنو طبطب اللي جايني من الخليج كان قاعد في الصحراء هذيك يضرب في القات، القات يهزط له حشيش هذيك اللي مضغوها ويشوف معاه معزه ويخرج لي حديث. نعم القرآن والإسلام أعظم من الموضوع هذا. على هذه احنا نتجه الى انه العدو واحد. كاين واحد يقول كان الاسلاميين هما المشكله، انا بريفير تبون الاسلاميين. لا لا، تبون والاقدام البيضاء والاسلاميين وجهتين لعمله واحده. يعني زيطوط وتبون، دهينه وتبون، بالحاج وتبون، عباسي مدني وتبون، كاع 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 لعبه واحده مسرحيه سياسيه. جاء الوقت نبنيو الجزائر الحقيقية الجزائرية وما فيهاش كذب. الأرض أمازيغية حرة، واللي يعتبر نفسه جزائري مرحبا به، لكن يحب يحتم أنه عربي وعنصر عربي ما يسحقوهش، وروح عند العرب ديقاش. هذا رأيي أنا رحماني، سيبار سيارة الكيبار سيارة رحماني دونك سيموار الكيبار. هذا الفكر تاعي، الفكر تاعي انا ماسينيسيان. تعتبر نفسك عربي جزائري وتأمن بالوطنية الجزائرية مرحبا بك، على عين وراس راك جزائري 100%. تحب تحتمل الفكر نتاعك والله نتاع الناس اللي راك مخمم باللي فاميلتك في اليمن، لا لا راه عندهم ديريكت. ما تحقق لا انت لا الفقه نتاعهم لا العلماء نتاعهم لا الحي نتاعهم لا القناضر نتاعهم لا الماكلة نتاعهم، لا اصلا هما كيما راهم بكل جملة وتفصيلة. Il y a une de questions. Il y a une dame qui pose une question. C'est vrai, c'est une question importante. Avec le phénomène du enlèvement des enfants. Et puis, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour faire ou la freiner le phénomène qui endeuille beaucoup de familles algériennes? Je réponds à cette dame. Ikhtitaf al-atfal. Ta'addi al-jinsi al-atfal. Ta'addiyat al-nas bil-silah al-abyad wal-aswad wa shi faqwa. هادو وكل خطة ممنهجة كيما في أمريكا اللاتينية. درك من بعد المرحلة القادمة يوليو الاختطافات. اختطافات كيما صارت عندها 5 سنين كانوا الاختطافات دوك الاختطافات ويطلبوا اون رانسون. يعني مبالغ مالية. شوفوا الإجرام الاجتماعي وين يتطور؟ يتطور إلا في الدول الخامجة اللي فيها قيادات باندية استعمارية.